اليوم الثامن من شهر كيان، تكون كل حين مع الرب. علمني يا رب كيف أكون كل حين معك حتى ألقاك على السحاب، كيف أبتهج بكلامك المحيي وكنز نعمتك وفيه أراك وأتلذذ بك، أراك في طريق حياتي تقود خطواتي وتسهلها وترشدني كل لحظة، أراك في ضيقاتي وتعبي وتجاربي تخلصني وتظهر لي نورك وفرحك، أراك في حروب أفكاري تهدم حصون الشر وتسبي أفكاري نحوك، أراك في آلام الجسد كي تقلع شهواتي فأحيا بالروح بحسب إرادتك، أراك في رباطاتي تحلني وتحررني وتحملني وتريحني على ذراعيك وتشبعني، أراك ككنز مخفي في سكوني وهدوئي فأتهلل بك ومعك لا أريد شيئا، أراك في نعمتك الغنية الفائقة عندما تهبني ذاتك في طعام الحياة، أراك ساعة انتقالي تملأني سلاما وتأخذني إليك على السحاب، أراك آتيا على السحاب لتأخذ مختاريك وتجمعهم ليكونوا معك كل حين. ربي يسوع يا بهجة حياتي، فرحني كل حين بظهورك لي، ولا تدع ظلمة العقل أو الحواس أو الجسد تحجب وجهك عني يا محب البشر.